احنا بون التوهن ما كانش برودوي يمشي ديريكتومون للمستهلك سي تي نوفوتي تو احنا ديبي كلكو زاني نحبوا نعملوا اون ريفولوشن نحبوا المستهلك يولي هو دوموندور بون دهان سي ان اليمون اسونسييل بالطبيعه لكن دهان كان هو اللي يفرض على المستهلك اليوم المستهلك نحبوه يردوه يعرف ويفهم البرودوي وهو زاد عنده رأي وهو يقترح للدهان معناتها تكون اون كونسيرتاسيون توتال مع الدهان لا ياسر احنا مانيش وحدنا احنا عندنا زونوبيل رانتي ناسيونال اللي هي الاكسيونير في الشركه واللي هي بكل صراحه هي لا بورت لو بلوس معناتها اون تكنولوجي اون انوفاسيون سي توت لا تكنولوجي اللي مخدينا من عندهم احنا اون ادابت بارابور مارشي تونيزيان سادابت دونك سي غراس ا سي ان كونسيبت دي كولور دو موند سي دي ديستيناسيون فما اون كولور فار بور شاك ديستيناسيون فما لي كولور اللي يمشيو مع لا كولور يا سخال لا توجور ايتي كونو كوم ايتان ان برودوي ريفيرونس دونك سي ان بو لا مرسيدس دو لا باتور اسخال دونك اللي يمشي باسرال متهني عنده بور 5 ans يقول لك انا جو سوي غارانتي بور باش ما نعاودش نتهن مره اخرى دونك سي لا ريفيرونس برك الله عمرنا عمرها هي 86 سنه دونك عرفت كل شيء 86 سنه عرفت لي بون مومون اللي لي مومون ديفيسيل مالوروزمون شطر البلاد وقفت ما عادش تحب تخدم شطر البلاد الاخر قاعد يخدم دونك احنا اوروزمون في بارتي دو لا دوزيام موتي دو بيي كي كونتينيو اترافاي واحنا اللي شادين البلاد احنا بالطبيعه مانيش كاسترال لكن الناس اللي قاعده تخدم هي اللي قاعده تعاون في البلاد واحسن عينه نجمو نعطيوها للبلاد هي بالخدمه نتاعنا مش بالكلام ونمشيو في التلفز ونبداو نحكيو احنا نو سوم دي جون ديسكري دي جون ترافايور اي اون فو لو بيان بور نوتر بيي سي لا ميور شوز كون بو فير ا نوتر بيي سي دو كونتينيو ا ترافاي كونتينيو د انفيستي خلينا نكونوا تواصل مستمر مع الفرق نتاعنا وبصفة خاصة التجار اللي عندهم دور كبير في تسويق منتوجاتنا وكما فسرنا لهم في المرحلة الأولى اللي نحن الهدف نتاعنا باش نخلقوا القيمة المضافة في نقطة البيع باش يخليهم هما بيدهم يكونوا رابحين كي باش يتعاملوا معنا جام كولور دو موند سي نوفيل جام كي تي لونسي اون 2015 فان 2014 ديبي 2015 اللي هي كي كونسيست اون اون جام دو كولور اللي باش تسهل على المستهلك استعمال واختيار الالوان وسماء 2017 باش يكون تسويقها عن طريق الجائزه هذيا اللي توا منتوجاتنا باش نحط عليهم لو لابيل اي لو برودوي داني والمستهلك معناتها عطى رايه في الموضوع هذا عندنا تركيز خاص على المدارس وهذا مش جديد هذا عام 2011 للاخر 2016 قمنا تهيئه 10 مدارس في عديد المناطق داخل وحتى في العاصمه داخل الجمهوريه وفي العاصمه وكانت تهيئه كامله معناتها بطبيعه الحال نحطوا الالوان وادهان ملونه باش نزهيوا المنظر العام وفي نفس الوقت بدا نصلحوا اللي يلزم يتصلح الكل كان لازم نجاره معناتها ولا بلومبري ولا الكتريسيتي والحقيقه كي نخرجوا من المدرسه معناتها نشوفوا النتيجه اللي خلقنا لها نكون ماذا من نجم كان يشرفنا وكان نجم يفرحنا خاطر التلميذ يلقى راحته باش يقرا وباش يكون ناجح نشكر شركة أسترال اللي ما خفاكش اللي كل عام هي تعمل ليفينمون هذايا كاستمر ايفنت هذه ديفيزيون الخامسة احنا سوسيتي طياري نخدموا مع أسترال معناها عندنا فوق ال 25 سنة تو قاعدين نتحسنوا كيما قاعدة أسترال تعاون فينا قاعد تحلنا في برشا آفاق فما دي برودوي فما دي انوفاسيون قاعدة تصير كل عام مع أسترال واحنا نحاولوا نواكبوا ديما طلبات الحريم نحاولوا نلبيوا الخدمة نحاولوا ناسيور ان سيرفيس ابري فونت للكليون اون شيرش توجور دينوفي باش نحسنوا باش ديما الكليون يبدا معناها بيان ساتيسفي